بسم الله الرحمن الرحيم. حسب توجيهات السيد وزير موارد المائية المهندس مهدي رشيد الحمداني، تقوم دائرة تنفيذ أعمال كر الأنهر إحدى تشكيلات الوزارة بعدة أعمال عن طريق مواقعها المنتشرة على عمودي نهر دجلة والفرات لمعالجة الشحة المائية، ومن ضمن الأعمال كري ورفع الترسبات وإزالة القصب والجزرات ضمن المقاطع العرضية، وذلك لتوسيع مقاطع الأنهر لسهولة انسيابية وجريان الأنهر ووصول الكمية المطلوبة إلى ذنائب الأنهر. كذلك من ضمن أعمال الدائرة هي كري وإزالة الترسبات من مقدم السدود التنظيمية. أيضا من ضمن أعمال الدائرة هو كري وتنظيف الترسبات من مقدم الإسالات المنتشرة في المحافظة لتأمين وصول مياه الشرب للمواطن، وذلك عن طريق استخدام المكائن والآليات التخصصية كالكراءة والبرمائية والحفارات، بالإضافة إلى الآليات الساندة. المهندس علي كاظم الموسوي، معاون مدير عام دائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر.